كاشا مدريد للمالك والمدرب فارب صول من الرينا. ايضا سالم العقبي يعطي الإصابة مهاب مالك فواز غازي حماد من عكا ابو محمود قيادة كما ذكرنا ليوسف عبيد يلا بزيو اغويرو ايضا مع الخيال بزيو شارك المهرجان الماضي حصل على المرتبة الأولى عكاش مدريد مع ياس أبو جبل عند المنعطف الأول وما بين المنعطفين مهاب وأغويرو ايضا مسك الختام المجموعه القادمه ثلاثه مشاركين من ناس الجليل توسيرين ومخيف الصخره السلام عليكم حبيبي ابو صلي وسلم بالليل السيناريو انا ما اخلف كم بعض السيناريو انا جاي اصف النفوس وفعلا اخواني ينطلق الشوط السابع على بركة الله انطلق موفقا للمجموعة السابعة بسم الله ما شاء الله جلمود المبين ينتزع الصدارة من البداية مع الخيال يوسف عبيد اياس ابو جبل على صوت عكاش مدريد بالمراتب الثانية الخيول بالمراحل الاولى من السباق مهاب الان بالمراتب الثالثة مع الخيال سالم الاطبي اما اغويرو بالمراتب الرابعة فيترقب من الخلف مع الخيال بزيو الغاحصل الان ما بين المنعطفين جلمود المبين ما يزال متصدر المجموعة يليه مهاب سالم الاطبي اغويرو يندفع من الخارج مع خيال بزيو الاحصنة الان خرجت من المنعطف الثاني نحو خط المستقيم نزاع ثلاثي رباعي رائع وجميل جلمود المبين اغويرو جلمود المبين اغويرو ومهاب بل هو اغويرو بالمرتبة الاولى مع خيال بزيو جلمود المبين بالمرتبة الثانية مع خيال يوسف عبيد ومهاب بالمرتبة الثالثة مع الخيال سالم العقبي ساحة التتويج من جهاز الانطلاق لأنه قلص الفارق ما بين المنعطفين واندفع بالخط المستقيم وكأن بزيو يقول لنا قول آخر في الخط المستقيم بسم الله ما شاء الله اغويرو بن فعال هلال الدين الملك عوني كليبات المدرب احمد المنصور مستبلات ابو المنصور القياده لبزيو مبروك الف مبروك وين التصفيق شباب لاغويرو مبروك الف مبروك بسم الله ما شاء الله اغويرو مرتبه اولى للمره الثانيه على التوالي هنا في قانا الجليل كفركنا مرتبة في هذا الشوط ضد الفحل بريق المبين للمالك ماهر سواعد ابو حسين
مدرب غازي حماد ابو محمود من عكا والقياده يوسف عبيد. العم فواز بصول ابو احمد من الرينا يتوج مرتبه الثانيه من هذا الشوط. احمد مع الحصان مهاب. مبروك المبروك لمهاب وللملاك والمدربين.